ليلة امبارح خطت خطوة كبيرة ناحي، ما بعرف إذا كان تصرفي سليم ولا لا، بس عم فكر إنه لساتنا بحاجة لشوية وقت. خليها تفكر شوي تانية حتى تتأكد من حالها. حتى لو مرق الوقت ضدي أنا مضطر أحط المسافة. وأنت مانك متأكد إذا بدك تستمر ولا لا؟ ما عندي أمل، عشنا أوقات صعبة كتير وانجرحنا كمان كتير، مو الهيئة رح تتسكر بسهولة. حتى لو سكرت رح تترك أثر. الظاهر وصلنا لنهاية الطريق، على الأغلب ما عاد في رجعة بنوب. أهلين فيروز خانم. حسب ما سمعت إنك بالمزرعة هلأ. إيه تفضلي. هلأ حكيت مع بيسان، سمر اتصلت فيها قبل شوي ودعتها لبيسان. سمر رح تروحي عدنان بيك. ما قالت لي هالشي بارح كنا في شغلة كتير مهمة ما بتعرفها كمان. شو هي؟ سمر حامل. الو عدنان، وينك انت؟ على الطريق. وينك انت؟ انا بالفندق. سمر مانا هون، اغراضها موجوده بس هي ما لقيتها، تليفونها مسكر ما عم بقدر احكي معها، خايفه كتير. طالما مو اخذ اغراضها معناتها رح ترجع. صوتها كان كتير تعيس على التليفون، حكت كلام غريب، قالت لي رايحه وودعتني، بلكي عملت بحالها شيء. انا خايفه عدنان. لا تخافي رح لاقيها. كيف بدك تلاقيها؟ بيسان إذا بتريدي اهدي واستني مني خبر. ماشي رح استنى هون.